هذا مسؤوليته على من؟ مسؤوليته على أهل آه. الطرق، أهل الصيانة وأهل الطرق المسؤولين عن هذا المرفق، هذه مسؤوليتهم. كل ما يترتب من الحوادث على هذا الشأن مسؤول عنها من يتولى مسؤولية الطرق، هو مسؤول عنها ويسأل عنها يوم القيامة. نعم. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه قال: لو عثرت بغلة بالعراق لخفت أن يسألني ربي عنها يوم القيامة. الله أكبر. هذا هو المعنى، يعني لما تعثر بغلة تتكسر اللي فوق منها يتكسر، يعني عمر مسؤول عن هذا الله لأنه أكبر. ولي الأمر.